أخبار اليوم. بشرى بنرحب بيك النهارده في اخبار اليوم، وعايزين نتكلم عن الايفنت النهارده، رساله حب لكلهم. رساله حب، ويعني بيركز على علاقه الام بالاولاد، ورساله للام بتحب تقولها. احنا في يعني في حياتنا خلاص بقت الموضوع، خلاص عارفين دي امي وانا بنتها، فساعات ما بنقولش لبعض كلام حلو ورسائل حلوه من الحياه وصعوبتها. فلما بتيجي فرصه انك انت تعمل ايفنت علشان تخلي الام تقول حاجه لاولادها فاولادها يسمعوها، دي بتفرق كتير جدا في نفسيتها. بشرة جاية النهاردة من بعد يوم طويل جدا من التصوير، يا ترى الدخول في الممنوع ولا ايه؟ الله، هو الخبر وصلكوا؟ ده احنا مكتمين خالص. هو الدخول في الممنوع مع المخرج محمد نجار والكاتب محمد البسوسي وزميلي العزيز احمد فلوكس وايمان العاصي وعزة ابو عوف وسوسن بدر وناس النجار. يعني هي في توليفة كده من الاسامي، انا حتى مش قادره افتكر كله يعني. ومسلسل توليفة جديدة كده، اجتماعي سياسي كوميدي رومانسي، ففي كل حاجة يعني عشان تبقى وجبة لطيفة مش دسمة كده في رمضان. الناس بتمشي جنب الحيط وانتوا داخلين في الممنوع ليه؟ يعني اكيد انت عارف انا دايما بدخل في الممنوع، يعني سواء 6 7 8 او اسماء او تفاحه ادم او حتى دخول في الممنوع وغيرها من الاعمال وانا مش معاهم. يعني انا دايما ما بحبش ادخل في الموضوع طول، يعني في الممنوع طول الوقت، بس ساعات لما بيبقى في فرصه ان ندخل في الممنوع بتبقى فرصه لطيفه. يا ترى لما دخلنا في الموضوع في الدخول في الممنوع نفسه، الممنوع نفسه لما دخلنا فيه ايه اللي حصل؟ الممنوع نفسه اللي دخلنا فيه اللي حصل ده اللي هتعرفه لما تشوف المسلسل ان شاء الله. في كل حاجه، في حصل فيها، حصل سياسه وحصل رومانسيه وحصل حب وحصل حاجات اجتماعيه، ويعني مش هقدر احكي لك. طب فعلا صعب يتحكي، يعني انا بفهمه بالعافيه، صعب ان انا احكيه لك لان في تفاصيل كتيره جدا وحاجات كتيره جدا يعني على مر ال10 سنين اللي فاتوا. يعني مسلسل الى حد ما بيؤرخ، مش تاريخ يعني، بس بمعنى بيعرض المرحلة بتاعت من سنة 2005 ل 2010، قبل قيام الثورة وقبل أي حاجة من الأحداث اللي حصلت بعد كده. فالفترة دي هي كانت الفترة التمهيدية لما حدث بعد كده، فبالتالي دي مرحلة خطرة جدا، وفعلا هو ده الدخول في الممنوع. الشخصية اللي هتدخل بيها يا بشرة في الدخول، شخصية قوية من عيلة قوية لها نفوذ وليها تواجد سياسي وعيلة غنية، سافرت برا مصر، عاشت فترة طويلة وبعدين قررت ترجع مصر. بتشوف بقى العلاقة الشخصية دي بالشخصيات الأخرى المختلفة الكتير جدا المتنوعة جميع الأطياف والألوان السياسية والاجتماعية، بتشوف قصة حب وبتشوف صراعات كتيرة جدا. فأتمنى أنه يعجب الناس إن شاء الله. إن شاء الله. الدخول في الممنوع هيأجل حلم ليلة الصيف ولا هيحصل إيه بالظبط؟ لا، حلم ليلة الصيف معاده إن شاء الله العيد الصغير، هو بيعطل بروفات حلم ليلة الصيف بس مش بيأجل إن شاء الله، يعني نقدر نشتغل إن شاء الله. عايزين نقول للناس إن حلم ليلة الصيف ده عرض مسرحي عشان الناس تعرف ما تخلطش بينه وتقول إنه عمل درامي، فريد تكلمنا عن تفاصيله. مسرحية حلم ليلة الصيف عرض مسرحي مأخوذ عن شيكسبير حلم ليلة الصيف، بس بمعالجة عاملها مازن الغرباوي، معالجة موسيقية غنائية، وفي جزء كبير من طلبة أكاديمية بحرية بيمثلوا في العرض. فهو عمل توليفة شبابي يعني مع ممثلين محترفين وعرض شبابي في نفس الوقت، ومازن مخرج موهوب جدا وحب أن أنا أشتغل معاه يعني، بس هو الوقت مش دايما بيسعفنا للأسف. عودة مسرحية شبابية وعودة مسرحية مع الفنان الكبير القدير محمد صبحي. هو انا الحقيقه والله بقالي كتير جدا ما اتكلمتش مع الفنان محمد صبحي من بعد ما تناقشنا في يعني اني اشارك في مسرحيه الملك سيام انا اند ذا كينج في مهرجان المسرح القادم ليه ان شاء الله. فانا لسه مش عارفه احنا وصلنا لايه، لان هو كان شويه منشغل بحاله زوجته الفنانه الجميله نيفين رامز، الحاله الصحيه بتاعتها، وكان بيلعب دوره كزوج ورب اسره طبعا، وطبعا رفيقه الدرب يعني. فده شويه كان معطل الكلام على الموضوع ده.